اللعبة عد من 1 إلى 10 بصوتي عالي وأن تبكي. ما أدري كيف. سو مشهد جاسم طلجني يسوم لا غط وجهك بأي شيء لين نهاية اللعبة. قول بصوت عالي فريق دعم سالم جداع أفضل فريق دعم مر على برامج الواقع. فريق سالم جديع طوط افضل فريق. كل سالفه بس بطريقه غناء. هم جوي ست جوي. هماني ذاك اليوم يوم قمت انا من النوم رحت انا ابي اشرب لي عصير ولقيت انا مذن ورحت وصليت بعده رجعت انا وسويت انا لي عيشه. حظك حلو ما في حكم. يس البس 3 تيشيرتات من ملابس الشخص اللي على يمينك. يميني مخده. سو ضغط 20 مرة. بكره اشرب 2 علبة مويه بدون تنفس. بعيد الماء. قلد مشية البطة. ظهر يجعني. تقلد الحركة يشتهر فيها أحد الموجودين. في شيء؟ في شيء؟ مايك شغال. يلا. اي عندي حزام. اسف. خذها مني الحشر ذاك اليوم. انا اوريكم. خليني اخش حذياني عشان ما تشوفون هنا. في أوامر هنا. تقليد الحركة يشتهر فيها أحد الموجودين. يلا عطونا الحين. أنا كيف أسوي حركة عشان أشتهر فيها؟ مدري كيف تكتبون الأحكام. تذكر صفات أحد الأشخاص في أغنية. ما أعرف أغني. أذكر 5 أشياء تبدأ بحرف من اسمك. نا 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 وش الشيء اللي يبدأ حرف النون؟ والله هني ما لقيتها. نمر. نعم تقدر تعطيني اشياء بحرف النا. جيب 5 اشياء لونها اسود. قلوب العيال عد من 1 إلى 10 وقلوب حرف السين شين وشين سين. جيب 4 اشياء لونها ابيض. قلبي. اوصف احد من الحاضرين وهم يتوقعون. اوصف احد منهم. اعطنا احلى صفه باللي قدامك. الكنب. انه ما يسمع وحدسي هذه احلى صفه فيه. تكلم مصري لاخر اللعبه. ده شنو باشي؟ شاركنا موقف يضحك او يفش. نايف ثامر يوايق علي. انا ما معاه مايك، انا اتمنى خصم عليه. ما لي دخل. مايك. شاركنا موقف يضحك. موقف يضحك. ما معك مايك. اعطيكم موقف يضحك. موقف نايف ثامر هو راجع من المطعم ذاك اللي حرف الهاء عرفتوه. ما فيه مطعم حرف تسدى 88 عرفتوه.
يقول عطنا موقف يضحك. نايف ثامر كان ماخذ له عيشه من المطعم ذاك حرف الهاء، عرفتوا لي؟ ها والله لعلمهم. المهم ياخذ عيشته يبي يروح الاستراحه، وله ذاك اليوم مشغل شو اسمها، شو مشغل سوى قلبي. والرجال يفكر يفكر. اعلمهم الباقي بدي اكمل. اكتب قصيده من تاليفك ببيتين. ها احبك محبه. اوه لا بدخل مره ثانيه. اوكي سوي نفسك غيرك ما دريت اني جيت. يلا لا بس السلام عليكم. احسن احسن خبي انت عاد تقول انك ما تدري. لا سوي نفسك غيرك متفاجئ اذا دخلت. يلا يلا السلام عليكم. اوف ناقص اخ اخر مره والله اخر مره والله والله اخر مره. والله تعال ابي قهوه. لا لا اسمع دقيقه دقيقه اسمع. امسك اي شيء بالقريه وسوي اعلان له. تعال انا اللي اسوي. لا انا اللي اسوي. انا اللي اسوي حجر ومقص اللي اسوي. حجره ورق مقص ثلاث مرات. حجره ورق مقص يزد. لا واحده واحده يلا. حجره ورق مقص. لا وتعادل. يلا حجره ورق مقص. فزتنا فزتناها والله فزتناها. معليش نعود نشوف من اللي فاز. نظارتي واضح اني سارقها. يلا حجر حجر رقم قص. فزتنا فزتناها. فزت من فاز؟ من فاز؟ انت. طيب تعال تعال ابيك تعال. والله اني صادق والله. تعال شوفه هنا شوفه شوفه. معك مايك؟ خلاص ادخل. لا ابيها عشان ادخل. لا والله عشان مش بوك من والله اللي استلم مو مدبر. مش مو بس اني بضحك فهمت؟ لا همزه انا اخذها قاعده حق احد ذب عليك. دقيقه دقيقه اكمل مشي. يلا ناصر ناصر تعال بيك. والله اني صادق اي والله. طبعا طبعا هذا شنو به؟ لا شنو به؟ طبعا هذا وشو ذا يعني؟ شنبك. يلا وش وش ناصر تعال بيك. ناصر والله اني ابغاك اي والله. لا لا انت خليك انت شنبك هنا. لا خلاص خلاص والله دقيقه خلاص خلاص شنب لو تحذفها يرجع. لا خلاص 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 والله والله خلاص والله اخر مره والله. لا خلاص انا على الانتحار. دقيقه والله اني ابغاك. والله في سر يعني؟ لا مو سر. يلا راح هناك راح هناك راح هناك راح هناك راح هناك دقيقه راح هناك دقيقه والله اني صادق راح هناك. في مفاجأة لك لا تخرب يا اخوي. مفاجأة دقيقة لا يخربك. يقول لا يخربك ما يدري ما يدري انك تدو. خلاص راح على المطبخ حال. يلا راح 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 يا رجال راح راح مو منك يا شيخ. خلاص 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 خذ لك خصم. يس تعال يا شباب ما احب اقعد لحالي. هلا والله شلونك؟ طيب تفضل. يلا تفضل. لا لا تفضل يا اخي خليني اشوف ازرق وازرق احس اني اكسر اللون. يا شباب ما احب اقول لحالي. تكو ما احب اقول لحالي. اغراضي خلصت منها رجعوها. يلا
ما ادري. يلا شباب مطبخ عندي فكره. تدري هنا ناداني النظارات كلها ما ادري والله حقته وبريلته. اسمع تدري هنا ناداني قبل شوي عشان بريلته؟ لا والله خلاص خذ. لا والله عشان اسوي له الغطره عشانك تخربها. لا والله ما ادري سواني. يلا صحي قومي بسرعه عشان احلق له. والله نعيم والله ما دريت عنك. خلي خلص من اغراضي رجع صقر يا ابو قدرته. لا واللي خلص من الثوب يرجع. بالله اللي خلص من الثوب يرجع. طيب ثوب ايه خلنهم يلا عشان ارجع فيه. رجع عبد الواحد يبغى لك. ها خليش قول عبد الواحد. انت طلبت مني شيء صح؟ خسئت سو خلني اغلط في الاكل عشان ينسجي. طلبته في حزام. ايوه اعطاه وفضحني تو الله وخلق احاجي شاورته. هو قال لي تبي اذا قلت انا دبت اللي صار. شفت هذا مشكله. قلت لكم لا يروق. قلت لكم يا رجل خلوه يرقد. وهو ليه بغى مني بالمصحف لا قام. وهو ليه بغى مني حاجه. جاء وشاورني في البث وجيت وشاورته في البث. شفت انك اقول لك حاجه. هذا مشكله ما يصير يروق. قل لي والله العظيم. والله العظيم صدق باي طقت ببالي. خلني شكل ناصر يزينه من نفس. اللي على اليسار ذي اسحبها بس. انت اسحب اسحب قر ولا اسحب قر؟ اسحب قر. هلين هلين هلا والله. كيف الحال؟ شك طيب؟ طيب. يا عيال لا بروح غيرها. ايوه حلو. اوف والله كذا حلوه. والله حلو. اصبر خليك حلوه. خليك لا دي لا دي لها باب جواب دي. بروح غيرها. يلا دقيقه قصه هي. لا اشن عليك حرب. طيب تعال ما صارت. تعال عبد الواحد خلك انا تعال عبد الواحد. تدري من عبد الواحد؟ عبد الواحد بن عبد الله العريج. انا اقول اسمك وش دخل ما علمه ان انت. ايوه ايوه اسمه اللعب الصامت هذا. ايوه 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 لا انت عاش 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 ايه خلاص زودتها اثقل. وش تخيلت شالك فراشك؟ انا الله يهنا اللي يهنا ابن عم علاه على الدنيا حسيب القوى. والله حرام الطقم هذا لبسه عقب المطبخ. طيب والله صدق تلبسه بالمطبخ حرام. يعني ليه الحين بهارات الغربي زيت خصوصا زيتون ريح كشنا وزلفك اللي انت بحلقه بالغلط. ايش رايك ندور كذا مثلا اللي بديت ادوخ. والله صدق والله طقم. والله انك لابس طقم بس حرام تلبس المطبخ. هذا جاب العيد. لا انا عندي سفره السجن. بسم الله على روحك. لا بسم الله على قلبك. ما هذا انا ابغى روحك. انا هذه شنب كنت ثنين اذكر الجرح. انت يا حبيبي 20,000 مليون مره اعلمك اني معك في المطبخ. هذه تسويها اذا قني ضدك. خلاص يرحم والديك. يعني بتسوي كذا بتسوي في المطبخ كله عشان تعصب. بسوي مرقيب بيديك. حلو يا حبيبي سلعني. تقول يلا انا معك المطبخ صديقك. ما تصير عدوي. عشان تتعصب بعدين تمدح المطبخ. ما تقولش ما تقولش ناصر روح سوي العصبه. تعال انت روحي. فيصل بسرعه شوفه شيل شنبك. تعال سوي لي يا اخوي. بسرعه
ايش نبي ايش؟ بالجرم المشهود ابو سلطان فيصل الحازم ابو سلطان مو بمنك انت لك تسكين ولا حلجي ابيك كلمة استاذ يا اخي تعب بطني يا اخوي عشان تعرف تسوي ما شوفه 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 خلاص راح يلا انت حطها كذا هذه تحطها من داخل يا اخي في احد ساله يا عيال بسرعه قاعد تسبد لي شوفه شوف ناس تستهبل انت والله بزين لك يلا حبيبي عندك محاضره اليوم الحمد لله ما في احسن هنا شيء الحمد لله ما في نظاره صح ما في نظاره ما في مرايه لا خلاص ليه؟ عشان اخربها يا اختك فضبطني يا اخوي بضبطك اشكر امها كيف اشكر امها تجد لا لا ما تسويها ابو لا انا عارف بالذب لا ايش بالذب ذب ايش فيهم هذه عمامه اهل الجنوب عيني ايش فيهم اهل الجنوب ها كيف يعني والله انا من المشكله من الجنوب ما بغيت اقول شيء كذا صح بسرعه ها لا بس والله صدق وزيد. انا في وجهي اوه ايش معك حشم راعيها حشم راعيها آه. بالجرم المشهود بالجرم المشهود بالجرم المشهود قل انا نخله انا نخله انا سمك انا سمك يلا اصلحنا يلا وش انت شيء صف شنبك يذكرني بشيء قسما بالله ايه الرجال ملتزم في وجهي ليه؟ 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 فيصل اضربه ليه ليه ليه؟ ليه؟ اضغط عناصر ها؟ ليه ليه ليه؟ اضربه هذا اضربه عادي ابشع ام شنبك لا والله انزعل اخطا عليك عندنا شف توزع في وجهك اوكي توزع في وجهي اوكي اصبر خلني اشرح لك راسي خلني اشرح لك خشمي اذني خلني اشرح لك توزيت في وجهي لك وجهي ما يلمس بس تجي تختي عليه تجي انت شوي شوي تجي تختي عليه كذا يكون الوجه من الوجه ابيض طيب راح تجي هات ايدك لا انا معلمك حاجه ايش قلت لك يا وسخه يا حيادي كذا وكذا كلها مو منك والله منك هات اوه توي تهديد تهديد الجرم المشهود يا ابو سلطان ادخل اقسم علي يلا يلا يا ابو سلطان افداك يبغون كذا يلا لك يلا, لك يلا, لك يلا دق على اتصال عادي ايش قاعد تهدد ابو سلطان ما انت مهتم له يعني يا ليل كفانه تشيرت الاول انت حدك تعلم زاد التيشيرت كيف حدك يلا اوه جاني هبوط حسب ابو سلطان صدق انا ما ادري اتعرك والله انا مزعل ما اللي قاله عطني نظارتي تبغى تشيرت بعد؟ لا انا ابداك لا والله ابداك تبعدني كذا لا والله باقي انا ما لابس ذا النظاره ادرجولك يا ابو عبد الله يا الله يعزك اوه وشلو ينقص ينقص ابها فيو ينقص كباب فيو ابها فيو وش الحزام عندكم؟ ابها فيو ومشغل هاد بصر وش الحزام عندكم؟ تسب حق ذا لا عندك نظاره شمسيه زينا قاعد تسوي ما رحت حزام والله ما رحت فين رحت؟ الحزام رحت السودة ايوه برحت مع الحزام لا ما مريت ما في طريق يودي للسودة الا مع الحزام ايه يا حبيبي يلا يا ها رحت جبل رجال المع اي هذه تحت اي ورحت كوخ العسل عسل كوخ شو اسمه اي هذه تحت بعد في رجال المع اي ورحت للقرود لا رحت في عود في عود يلا انت صار انت عندك ميزه انت حبيبي حبيبي انت كانك كوالا
يا حبيبي والله يسلمك والله العظيم والله يا والله يعني سلمى عادي والله العظيم تجي تقول قرود ترى كنا بقندس يا حليلكم والله اني احبكم والله اسمع 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 يا وحيد الخشم ضدي اليوم ترى شوف عادي والله يا عيال اللي يجي يذب عليك يقول اسف لا ذب والله اسف صدق لا اسف جرحتك صدق ما قاعد اشوف وجهك شنبك مغطي شوف صح النوم هذه سيارتي اه انتقذ انتقذ لا نفداك لا والله ما تضربنا نايف نفداك نايف نايف صح يا شيخ الشيخ مطوي معكم هو معه الشيخ هذا دخل معه اخوي نطبخ الحين نفاجع عبد الله الجميل الحين خلص من اللي معك من اللي معك من اللي معك من اللي معك شوف والله اي ما شاء الله والله هذه والله اي شنبو شنبو باباي واسخ شوف شنبو باباي واسخ هذا قلت الواحد طيب شنبو ماجد قلت ماجد هذا ناصر شنبو واضح اتوقع من هنا واضح صح شفت شنبو تعرف تعرف اسم الحلاوة اللي في شنب كذا أنت نظارة خشم ونظارة ذي نظارة خشم شوف بسألك سؤال طيب وبروح من الساعة 7 الصبح لين الساعة 12 تعتبر نومة؟ أيوة قل لا خلاص أجي بروح أكمل لذا النوم ما شبعت راحني للمطبخ ها؟ معقولة صراحة لماذا؟ والله مو بمعقولة صحيح منو علمنا احنا طبعا قلنا زعلان عشان ما يعيد ايش؟ كابتن ماجد وباباي ايه ايش فيهم يا؟ لا اسال نايف يقول لي اسال فيصل من هو كابتن ماجد ومن هو باباي؟ يا زيتونه امريكا ها؟ ايش؟ ايش انا ولا هو ماشي فقنا يهزر بيهزر معانا لا خمس ساعات ايوه يا رجال نومه هو نعمه شفت غيرك ما يرقد الا ثلاث ساعات شفت الفارس كني ماسك خط الساندوز ها لا انا بجي اقيم واروح انام طيب باذن الله اطيب انا وقاعد يا اخي اذاني ذي ما هي الحين هو رايح مطبخ مشكله هو متغوش لابس ثوب قمدي بلبس ثوب واحط عقال وغتره بتكشخ ليه يا اخي يا ولد انت هطوف والله تروش قبل تروح المطبخ اذا خلصت من الطبخ رحت الطبخه بتستحي منكم يعني سواسا الطبخه بتستحي منكم وبتطبخ عمرها من عمرها لا طيب انت ايش تبي يعني حبيبي شفت هذا هذا اللي في عيد الاضحى اللي يجيب السكاكين ولا يعرف يذبح عرفته هذا هو يجيك عصبه مسوي يشمر يدينه صلاه النبي هذا اللي يمسك معه كل لحم ويلعب فيه فيصل give me some tea please what yes of course what you want anyway tell me سبني هو سبني سبني وانا على رفقه بالله شاهي انا شو بس انت سعد بني لك لا تجرحني سبتني فاظهري يا جاحد الرفقه وانا العرب من علومي فيك تمدحني ذاك اللي يقول سبني سبني وانا والله من الشركة ابغى ذيك اللي يقول يا رجل عند الحكومة قال ولد
انا على الاجواد من مدحي وسبي العرب تخطي ولا هب معصومه طالبك لا تشتكيني عند ربي والظلام تكفشكني عند الحكومة. سيف سالم وينه؟ سيف سالم جالس ينام جالس يرقد. الله يا الله يا رب انك تفوز. امين يا رب سوي ان الله يزوجك يا رب. امين. مايك من ضدك اليوم؟ ودي اثنين باكلهم اكل. هو ضدك صح؟ صح. مش كان الله حسك. أنا أقول يا رب يفوز مليون عبد الواحد الفوز هنا شوف أنا كيف أشوف ها أحس إن وليد هاني بيدخل بالله إي والله ما شاء الله عليه عاد الله يطول عمر حتشي واجد من هو؟ أول مرة ألقى واحد أكثر من حتشي يقرق والله هو يقرق وذكرني في ناس يا رجال أنت ما تهرج أصلا ولا تتكلم لكن لا حسيت سكت ووجزت وأنجزت كم ماي أبيض وجهك اليوم 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 أول مرة يعجبني مسكتني أنا يا عبد الواحد اليوم مو مره يعجبني بشيء سجى مع ايوه ايوه انا تروح حتى جت وقتها ايوه الا والله من هو وش عبد الواحد عبد الواحد صدق خلكم وقتي انت رجع هنا عبد الواحد ايوه قهوه زينه حلوه وجاك غلط عندك الحكي جاك غلط عندك رجال الظهر والله ما لها وجه اني اقعد في افواه ايوه انا معكم جاك رجال وغلط عليك الساعه 12 مجي 12 ايش؟ هي تالي الليل جاك 12 مجي ما في رجال بيجيك اصلا لو قال يا 12 على الظهر ما في 12 بالليل ولا 12 الظهر 12 بالليل ولا 12 الظهر كلها اوقات يعني عقب او بعد المغرب فهمت؟ الرجال ما راح يجيك تسير من باب البطاقه يا انه بيكون عنده شيء يا انه مسير ولا حب يتعداك يا سلام مسير الساعه 12 في الليل يمكن عنده موضوع سلام. عنده ظرف عنده اي الرجال كذا عنده شيء هاليوم موضوع الشيبان الله يطول عمرهم يقول الضيف شو اسمه هم قالوا كلمه والله انا الضيف حكم الضيف شوف هذا مهما كان جاك هذا يسمى ضيف ولا حق واجب صح ولا لا؟ يا اخوي اصلي على رسول الله لا هم شو اسمه يقول نفس الضيف اللي أو نقول ضيف الثقيل إن ضاع ضيف ثقيل ليه يجيني وقت فلان وقت نوم يا طيب ضيف اسمه ضيف أنا أقول لك الساعة 12 ما حد جاك الساعة والله لو يجيني متى طروا بعدين طروا حاجة يقول في واحد جاني واحد يقول واحد لا شايف يقول جاني رجال إيه المهم قلت ميدها قوم الله يحييكم على قناة فلان يقول عيا ما يقوم على قناة فلان وأنا مسند لنا عشان قال ماني بقوم شيء ما بلي حلو جيتني انت وعندي كرامة الناس بقول يا عبد الواحد بسندك على عشان توك مرحبا ومسهلا والوالد لها العقاب ولا قمت على الصحة بقول مرحبا ومسهلا كرامتك يا عبد الواحد اليوم الثاني ولا غداك ولا عشاك اليوم نفسه اذا هو غدا يعني اليوم الاول شباب ما لي فيه سنة لا لا ناس يقولوا لا في واحد جاء قال شيء ما هو بلي ما نبقى يمن عليه ها قعد الله يرحم والديه شيء الدارج وشيء اللي عندنا الرجال انت يا رجال يا اخوي قول لا اله الا الله تستحي رجل تستحي وتقول لا اله الا الله اما قولت شباب مالك فيه سبب سنتك خلاص يا اخوي شباب مالك فيه سبب فهد قلت لك بتقالطن على شحم ان كنت في حق عزيمه في العارف والعاقل ما بيجهلك ولا بيجهل انه يعزمك ولا يتعذرك حتى لو انها عذره بعضهم يتعذر عذره كذا لكن حتى لو انها عذره تستر وجهه فانك بتعي لكن دام شيء شباب مالك فيه سبب انت سمعت ترى والله العظيم انها لحالها كرامه والله العظيم انه ما اشياء ما هو ما اشياء ولكن انها اثقل الاشياء اللي تمر علي لقى الرجال ذا بحلي طلي ولا خروفين ولا ثلاثه اني اشوفها كبيره عندي صح انه قدرني والله يقدره بالعافيه وما يسمع لكن انا رجالنا احنا نرجع من الكلام اللي ما يحن يرجع حتى ولو ماني حتى لو ولو ماني احن نفسي لكن احنا الرجال من الكلام واعرف قدري عند الرجال والله لا كرامته بتزود غلاه ولا هي بتنقصه انا شفت
اعطيك معلومه يا ناصر. يلا اعطيك معلومه. انتوا الربع اخسي مطور قهوه والمه. اعطيك معلومه في قبيله من القبائل بدون ذكر اسامي. طيب اذا عزمك كرامه لك يدخلك محل كرامه ويدعي اهلك اللي مرتك هي معي الكلام انت يا تعشون وما يدخل معكم. نعم يقفل البيبان. قفل عليك الباب. تعشتين تاخذ شفك وتطلع. عادات وتقاليد. علمت نوما. عادات. لا شيء دارج اول شيء. الو عاد المطبخ. مرحبا ومسهلا هلا. ايه ايه. فوزك. ابراهيم وعدنا بخير يقول ابشر وفوزك. شنو مساعد؟ يقول مالكم الا خربها. والله لا. هذا ابراهيم. الكاد اللي بقول لك انه اول شيء الضيف مهما جاك في وقت كرامته بيته. شيخ قول له يلا الله. حق. لو دق عليك رجال الساعة 11 الليل قال وينك يا ابو انا في البيت اسميه اقلب اقلب عليك تعشيه ولا لا؟ عشي عشاء عادي مو نعم. وهل الرجال ذاك بحق له يتشرع؟ لا تشرع عليه؟ تشرع علي انا؟ لو كلمتك انا جاي من الجنوب. ايه يوم قدني على مفرق الهياط ذكرت فلح. الو سولف تاني اكو شحال وينك؟ قلت والله انا بيت. تقول ما يدي يقلط علي. قلطنا عليك على الساعه 11. لا كلها تعشيني ولا لا؟ اي بعشيني. كلام كان عشا بيت. تشرع علي تشرع علي عند ناس تقول ثاني فيصل الساعه 11. لا لا يا وهل انت حقك يا فيصل تشره مثلا على ابو عاصم لو قلطك على عشا بيت؟ لا هو بلا هو انا ما مريتك الا من قدر اني انا احب ذا الرجال او ان لي لزوم عند الرجال. فلا اجي هو هلا بجيه بتعشى عنده برقد عنده اسرع الصبح. ها برقد عندك اسرع الصبح. الجيل ذا والوقت ذا يجي تعذر. يجي تعذر يجي تعذر. نادر حد يدق عليك ويقول برقد عندك. ما عاد في حد يرقد عنده. شو الحين طالع من الجنوب. الو وينك؟ لا حلو السلام عليكم انا داخل خرج يا الغالي. لا هذا الو. لا الحين ما عاد في احد. اخوك ما برقد عندك. انا اعرف يا رجال اخوي الفنادق. نعم وكل اللي كيف محتاج فندق وابو عاصم فيه هياط؟ وين فيه؟ لا مو فيه ما في هياط ما في فنادق صح؟ ما فيه. ما في شقق في الخرج قريب انا ادلك قاعد والدبل باك. نعم الو افتح جايك انا. شوف انا اعرف يا رجال متى اذا بيقلط عليك متى يجيك؟ يجيك على اذان الظهر يدق عليك ترى جاي. ليه؟ عشان ما يكلف عليك. عشان ما يكلف عليك. لك ذا الرجال واضح انه يحبك ويقدرك فبيجي على اللهم لو اقلط انا وياك على شيء عشان شاي. يقولون الكلفه الله ما احب اللي تذهب الالفه. نعم صح. نعم اقول احمد الشباب قبل اقول الواحد يطول العمر سامت والله اني اضيق لما اذبح لي خروف ولا خروفين ولا. وفي كلام ياسر الحزيمي شو يقول؟ من؟ دكتور ياسر الحزيمي او المدرب ياسر الحزيمي يقول مرة عزمت لي دكتور عندي في البيت يقول ولا علمت اهل البيت اللي على اذان العشاء بتزينوا قهوة وشاهي يجيني الدكتور الفلاني ارتجت في البيت وش نسوي وش قال لا لا اسلام اي شيء موجود اخي فقط مطبخ هذه المفروض انهم يلغونها صح ولا لا؟ مقدم هذا يا اخي على طاري ياسر الحزيمي انت امزح والله امزح امزح اقصد الله اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبي الا رضاكم.